আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু। সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা, আজকে আমরা সূরাতুল বাকারার 32 নম্বর পর্বের ক্লাস করব ইনশা আল্লাহ। তো চলুন সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা, আজকের ক্লাস আমরা শুরু করি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াকালাতিল ইয়াহুদু وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা, আমরা এখন রিডিং পড়ব। وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم
فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم.